بيتبلوني. مطلق السلطان يوضح حقيقة ما حصل معه في مصر. ما حد يقدر يمنعني من مصر، احترم الشعب المصري. ليه ضربتها؟ لمن سرق لي استاذك؟ تحمد ربها اللي كبتها وشعرها. بس كان في اتفاق بين وزارة السياحة المصرية بأن يكونون هم مطلعين على الطريقة اللي راح أسوي فيها السياحة، فأكتفيت أني أكون أنا اللي أسويها من نفسي حبا للشعب المصري، لأني ودي أسوي طريقة سياحة خليجية غير السياحة بشكل عام اللي هي سياحة الأوروبيين اللي هو الأهرامات وما الأهرامات والأشياء هذه الأشياء الأثرية. فحبيت أن يكون لا أكثر انترتينمنت اللي هي مطاعم وغير المطاعم والأشياء هذه، لأنها مرة متغيرة مصر في الفترة الأخيرة وطالع فيها مطاعم ولونجات خطيرة. وكالعادة مطلق كان بيشارك جمهوره بوستات وفيديوهات طريفة أثناء الزيارة دي. واحد من البوست كان كفيل أنه يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اعتبر البعض أنه تضمن إهانة للمرأة المصرية، ومطلق بيوضح موقفه من الموضوع ده من خلال إي تي بالعربي. في آخر يوم كنت في مصر حصل لي موقف شخصي مع إنسانة في مكان عام والمكان فل ناس، ففجأة لقيت أحد قاعد يتبلاني بإني أنا مديت يدي أو حاجة. فمعروف عني في الفيسبوك أو عموما في السوشيال ميديا أن أستظرف بعض المرات وإني أستخف دمي، فحبيت أنزل بوست. كتبت البوست بشكل غلط، خلني التعبير. أنا مستحيل أغلط على أحد، مستحيل. وين؟ في مصر. وحذف مطلق البوست وقرر أنه يطلع لايف عشان يشرح وجهة نظره. ماني بهالسذاجة بإني بعد هالخبرة 7 سنين بإني أهين أو أجمع أو أعمم. من بين الآلاف المتابعين لفت انتباهي بنت كانت تتكلم بأسلوب غريب جدا، استفزاز بشكل عالي، وكان اللي مخليني أضحك إنها تطلع بعدين تدخل بشخصية ثانية تقول للمصريين جدعان وستات المصر جدعان، هم لا دخل الموضوع. فقلت أنا بستفزها، قلت لها أنت فاشلة. راحت وعادت الكلام بس بشكل ثاني، قلت برضو فاشلة. طلعت وراحت وجت، قلت له فاشلة. آخر شيء قلتها تراني أمزح، وأنا صدق كنت وقتها أمزح. دي رشا بتقول طب ليه قلة الأدب كل ده علشان بقول لك إن الشعب المصري جدع وابني بلد؟ أنت كده محترم. عموما شكرا على ذوقك وأدبك وحسابي معاك على الله. المفروض إنك إنسان مشهور ومحترم وأنا واحدة بحبك. اسكتي يا فاشلة. يعني جعلني مادة للسخرية فعلا، لدرجة الناس بقت تقول يا رشا يا فاشلة في الكومنتات، وبعد كده عملوني كوميك. وبان بعدين انها مصممة الازياء رشا امين، وردت عليه فيديو هاشتاج بنات مصر خط احمر، ونشرت انها هتقدم بلاغ ضده لمنعه من دخول مصر. ما حد يقدر يمنعني من مصر. اكتشفت ان مسوي حملة ضدي هي وبعض الناس اللي هم اساسا كانوا يسبوني ويشتموني بالكومنتات في صحف ما لها قيمة، على يعني ما تسوى حتى ريالين، وفي صحافة دي قيمة لها علاقة فيهم أصحاب، وعندي أدلة أنهم أصحاب. وباين أن مطلق متعود على النوع ده من الأزمات والإشاعات اللي بتلاحقه خصوصا في فترة غيابه عن السوشيال ميديا. من الإشاعات اللي كانت طالعة وقت اختفائي كانوا يعني طلعت إشاعة أني أنا توفيت، فأنا حي قدامك الحين. أنا كنت مختفي وكنت كان عندي ظروف مرة جدا صعبة بإني أطلع وأصور. كانت ظروف شخصية، هي حالة كان أبوي وقتها تعبان وكان متنوم في المستشفى لمدة 7 شهور. فما أعتقد إنه إنسان بيطلع بيصور بسناب شات أو إنستغرام أو حتى في السوشيال ميديا بشكل عام وهو أبوه في المستشفى. الإشاعات مو كلها صحيحة، أنت لازم تأخذ من المصدر نفسه.